تكون السعادة الدائمة في الدنيا والآخرة وإلى أبد الآبدين لله، بالخلاص من غضب الله وعذاب الله وعذاب النار، والفوز برضا الله والجنة من الله، بتحقيق حقيقة لا إله إلا الله في أنفسنا والآخرين من خلال: واحد، ابتغاء رضا الله في جميع الأمور كما يحب الله ويرضى. اثنين، تحقيق القسط والعدل في أنفسنا والآخرين بالله كما يحب الله ويرضى. ثلاثة، قول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع؟